تحت رعاية السيدة انتصار السيسي تتواصل فعاليات معرض ديارنا في دورته 70 للمنتجات الحرفية والتراثية، ويتضمن منتجات 380 عارضا في 13 محافظة. يأتي تنظيم المعرض في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي في مختلف محافظات الجمهورية. تحت رعاية السيدة انتصار السيسي وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي تتواصل فعاليات معرض ديارنا في دورته 70 تحت شعار مصر بتتكلم حرفي. معرض ديارنا مهم جدا ان احنا نشارك فيه، كل مرة بنكون حريصين عليه في كل دورة ان احنا نكون معاهم في اكتر من مكان. احنا عندنا 14 مركز على مستوى المحافظات كلهم لذوي القدرات الخاصة، تحديدا اعاقة ذهنية. الولايات بينتجوا خلال مراكز التأهيل المهني، ورش متنوعة ومختلفة، ده اللي بنكون مشاركين بيه في البارتيشن في كل مرة. إقبال كويس، يعني ممكن الأيام الأولى الناس ما كانتش تعرف كتير، بس بعد ما بقى في دعاية أكتر وفي كذا قناة صورت وعملوا دعاية كويسة للمكان، فابتدت من يوم الجمعة كان أول يوم أجازات والناس ابتدت تنزل وابتدى يبقى في إقبال كويس جدا للمعرض. لا، المعرض ممتاز جدا وأسعاره تعتبر معقولة بالنسبة للمنتجات بره. أكثر من 380 عارضا من 13 محافظة يقدمون منتجات حرفية وتراثية خاصة بأصحاب المشروعات من الأسر المنتجة، تتنوع ما بين المنسوجات وأعمال الفخار والأرابيسك وغيرها بجودة عالية وبأسعار تنافسية. الأسعار يعني منطقية جدا، حاسة الموضوع مش مبالغ فيه خالص، يعني مقارنة كمان بالكواليتي اللي هما بيدوها، وإن دي حاجة مصرية المفروض كلنا نشجعها. الحاجات كلها حرف يدوية احنا كلنا مفتقدينها، والحاجات الجميلة بتاعت زمان كلها الروح الفينتج بتاعت حاجات زمان دي. يأتي تنظيم المعرض في إطار سياسة الدولة لدعم صغار المنتجين والترويج للمنتج المصري الحرفي الذي كان ولا يزال في صدارة فنون التراث.